مساء الخير واهلا بيكم في حكايه جديده من حكايه نجاح. حكايتنا النهارده مختلفه قوي. عاشقه للتعليم والتعلم، اديها اي حاجه تذاكرها تمشي وراها على طول وتروح تدرس وتمتحن وتاخد دكتوراه وماجستير، ما عندهاش مشكله. تعالوا احكي لكم الحكايه. بطله حكايتنا من المنصوره، دايما ستات المنصوره بتكون جميله وانتوا هتشوفوها دلوقتي. بطله حكايتنا كانت بنت شاطرة وجميلة ومتفوقة وجايبة مجموع كبير في الثانوية العامة وتقدر كمان تدخل كلية طب بيطري، بس هي قالت لك لا أنا هدخل آداب إنجليزي. يا ستي إزاي بس، ده أنت جايبة مجموع كبير وبعدين أنت علمي أساسا. لا معلش معلش يا بابا، معلش يا ماما، أنا هكون مبسوطة كده. خلاص براحتك، إحنا بنثق فيكي وهنسيبك تعملي اللي انت عايزاه. بس بابا قال لها كلمة، اعملي اللي انت عايزاه بس ما تشتغليش مدرسة. قلت له ماشي حاضر ندخل، ويحلها حلال. دخلت الكلية وفعلا اتفوقت فيها جدا. من حبها في الكلية دي ما اكتفتش ان هي بس اللي تكون خريجة منها، قررت انها تقنع اخواتها اللي هم تقريبا ما اقتنعوش، هم كانت هي مثلهم الاعلى فهم كانوا وراها. الثلاث بنات دخلوا اداب انجليزي وفعلا كانوا يقدروا يدخلوا طب، بس هي كانت مسيطرة، هي بتذاكر لهم وهي اللي قاعدة على دماغهم وهتخليهم يتفوقوا، لحد ما واحدة فعلا منهم بقت دكتورة في الجامعة. المهم خلصت، سافرت مع باباها الكويت، خدت اكسبيرينس محترمه جدا، اشتغلت كمان في الحكومه هناك، فيعني ليها مركز محترم قوي. نزلت مصر قبلت نصيبها، اتجوزت، وبعد ما اتجوزت قالت لجوزها طب هنعمل ايه، انا ليا شغل هناك. قال لها تمام روحي، بس انا دلوقتي بقيت دكتور في الجامعه بناقش الدكتوراه، روحي لوحدك. قالت لا انا بكون عيله والعيله مهمه، هضحي باي حاجه عشان خاطر البيت ده. وبالفعل قعدت في مصر وربنا رزقها بتوأم. في الوقت ده ما قعدتش واحبطت، لا بدات تتعلم وتروح وتشتغل في مدارس وفي سنترز امريكان عربي انترناشونال، فبقى عندها اكسبيرينس غير طبيعيه. وهي في المدارس بدات تكتشف في نفسها حته صغيره كده ان هي بتحب تدرب المدرسين، لان هي شايفه ان التعليم ده مش مهنه. لو انت شايفها مهنه ما تشتغلهاش، دي رساله ساميه، لان المنتج النهائي بتاعك هو انسان مش ورقة ولا جهاز. فعلا بالصدفة البحتة ربنا بعت لها الجامعة الأمريكية، وعن طريق قصة طريفة جدا بدأت تشتغل هناك حاجة تطوعية، بس منها تقدر ان هي تدرس للمعلمين. بعد شوية كده جوزها قال لها بقولك ايه، انا بفكر ان انا ادرس كلية تجارة ادارة اعمال، ايه رأيك؟ قالت له حلو قوي وانا معاك. ايه ده انا بتكلم بس؟ لا لا اي دراسة انا معاك. وفعلا الاتنين درسوا وبقى معاها كمية شهادات من جامعات برا مصر وكورسات وحاجات كتير قوي. وقررت ان هي تساعد المغتربين المصريين في الخارج في تعليم اللغة الانجليزية وفي التدريس وفي التعليم عموما، وان هي تاخد المدرس من الاول خالص اللي مش فاهم حاجة تهيئه وتعلمه وتديله من خبرتها. خلوني ارحب بضيفتي الفوق الاحترام وفوق الوصف والجميلة جدا شكلا وموضوعا، أستاذة غادة واصف، استشاري تعليمي ومدير مدرسة انجلي فيجن اونلاين سكول ومدربة معلمين معتمدة. عاملة ايه؟ الحمد لله.